السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التمارين الإضافية من الوحدة 5 التيار والمقاومة، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بدرسه. التمارين الإضافية في هذا الكتاب فيها أفكار جميلة جدا عليك حلها. تحوي دائرة على سلك نحاسي بطول 10.5 متر قطر 1 ملي متر، متصل ببطارية جهدها 10 فولت. تم توصيل سلك من الألمنيوم بطول 5 متر بالبطارية نفسها، ويتبدد نفس المقدار من الطاقة مع 0.5 قطر سلك الألمنيوم. جبت المقاومات النوعية للألمنيوم والنحاس من الجداول. سلك الألمنيوم والنحاس تبدل نفس المقدار من الطاقة، لذلك حطيت لك تحت خط. وانت بتعرف القدرة تساوي مربع فرق الجهد على المقاومة. كمان بما أن الفولتية عبر الأسلاك هي نفسها، لأنها بتستخدم بالبطارية نفسها، هذا شو بيعطينا؟ أن المقاومة يعني أن المقاومة من الأسلاك هي نفسها، يعني مقاومة سلك النحاس يساوي لمقاومة سلك الألمنيوم، يعني القدرة نفسها، فرق الجهد نفسه، إذن المقاومة حتكون نفسها. بهالتفكير هذا بتكون أنت حليت، يعني بديت في الخطوة الأساسية لحل المسألة. هلا منجيب معادلة المقاومة. المقاومة تساوي الحرارة رو اللي هي الحرارة النوعية الألمنيوم في طول الألمنيوم على مساحة مقطع الألمنيوم. لسطح دائري أعطاك 0.5 قطر، إذن مساحة السطح الدائري تساوي باي في آر تربيع. منعوض عن مساحة مقطع الألمنيوم ومساحة مقطع النحاس. المطلوب ايش؟ ما 0.5 قطر سلك الألمنيوم، يعني بدنا هذه. لذلك رتبنا هذه المعادلة بهذا الشكل. لذلك لازم دايما يكون معك ورقة وقلم وتحل. حتى لو حليت معي على الفيديو، وقف الفيديو واكتب وافهم اللي انت عم تكتبه. ربعنا الطرفين وبتعود وبتحل. 0.5 قطر النحاس عندك ياه، الحرارة النوعية للألمنيوم موجود، للنحاس موجود، جبته من الجداول، والأطوال موجودة. سلك النحاس طوله 10 متر، الألمنيوم 5 متر. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.